أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأربعاء مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول المسائل المتعلقة بالاجتماع الرباعي بشأن سوريا الذي انعقد في موسكو مؤخرا. وتزامن ذلك مع لقاء جمع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مبلوك في إطار المنتدى الدولي للأمن المنعقد في موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي. وكان وزير الخارجية التركي قد صرح أن لجنة إعداد خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة. وتؤكد أنقرة مؤخراً أنها بصدد إعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال سوريا بالتزامن مع وضع وزير الداخلية التركي سليمان سويلو حجر الأساس لمشروع بناء مساكن للاجئين السوريين في مدينة جرابلس بريف حلب بدعم قطري. وصفت وزارة الخارجية المواقف الأخيرة لفرنسا والتي أيدت محاكمة الرئيس بشار الأسد بالهستيرية والمعزولة عن الواقع، مؤكدة أن أحلام باريس بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب لم تعد صالحة لعالم اليوم. وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد أيدت محاكمة الرئيس بشار الأسد ومحاسبته على جرائمه التي أودت بحياة مئات آلاف السوريين واستخدامه الأسلحة الكيميائية حسب قولها. ويأتي تصريح فرنسا هذا بعد مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية في جدة والتي خلفت ردود أفعال من قبل المجتمع الدولي الذي أكد على محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيترسون في جنيف لبحث الأزمة السورية. وفي سياق متصل تباحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك ملف اللاجئين السوريين وحل الأزمة السورية وفق القرارات الأممية. وعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية بعد قرار أصدرته الجامعة بالتوافق مع بيان عمان الذي أكد على الحل السياسي للأزمة السورية وإعادة اللاجئين بما ينسجم مع القرارات الأممية.